عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كويسين طيبين سالمين في أحسن حال. صباح شروق جديد هنكون مع بعض فيه. يا رب يا رب نكون وفقنا في كل الفقرات اللي اخترناها لكم والحوارات اللي هتكون خلال هذه الحلقة في الهواء الطلق. زي ما شايفين قلناه صباح جميل لكل الناس، صباح مليان بالأمل، مليان بالعمل، ومليان بالنجاح يا رب. أنا والفريق العامل كلنا نحييكم، نخط الريموت ونبدأ مشوارنا مع بعض. ازيك كايس؟ زولا كايس زولا، تخش الخاطر دون تستأذن، تصبح حاضر وديها حنان القلب الطيب، ولي تكون الفرح الناظر. يا ما فيش في زمن الحاضر، يا ما فيش في زمن الحاضر، تعالي وفرحي قلبي شوية، تعالي وفرحي قلبي شوية، يا شفقتي خطاوي الجاية بين المغرب والعصرية. راسم بيك الود خلفية، أنا راسم بيك الود خلفية، صفات وملامح ما عادية. قبل تطلي أو حتى أشوفك في الإحساس، دوزنت حروفك واستنيت ميعادك آمل، تسمح لي باللغية ظروفك، وأنا هتهتك ريد أماني، واتعذبت عشان ما أشوفك، وأنا حبيت الدنيا عشانك وعشقت معاكي ملامح. بكرة تبقي الفرحة المستنيها، وتبقي لعمري الفال والقدرة. يلا تعالي، يلا تعالي نعيش الريدة ونرسم أجمل واروع ذكرى. يلا تعالي نعيش الريدة وننسج أجمل واروع ذكرى. كايس زولا، كايس زولا، تخش الخاطر دون تستأذن، تصبح حاضر وديها حنان القلب الطيب، ولي تكون الفرح الناظر، لي تكون الفرح الناظر، ويا ما فيش في زمن الحاضر، يا ما فيش في زمن الحاضر. شكرا يا حسين، يديك العافية. أسكون يا صباح سعيد في صباح الشروق المميز، وأنا الليلة سعيد أكون ضيف خفيف الظل في هذا الفضاء الرحيب الجميل مع صحبة كاست متميز. والله إن شاء الله أنا أكون ضيف حصيف خفيف لطيف في فضاء الشروق المتميز. والله تسلم يا حسين عوض السيد أبو كروك بالكاف، نهاية بالكاف لأنه تعبان من القصة دي جدا. أنت الشاعر والدرامي وشاعر عاوز تعريف براها، باعتبار أنه ممكن نقول الشاعر الغنائي. أبو كروك التحق بكلية الموسيقى والدراما، خاض غمار الدراما، والحياة بالنسبة له
بقت أقرب لأنها مسرح، توظف الشعر في الدراما، تغنى له عدد من الفنانين الشباب والما شباب ممكن نقول، طه سليمان اللي هو عنده النصيب الأكبر فيه في غناك، خد عربي، صلاح ويلي، عصام محمد نور مؤخرا، وعمل جديد حيكون مع عبد القادر سالم برضو حنسمعه في الفترة الجاية. أنا سعيد والله بإنه استضيفك الليلة كزميل أول شيء إعلامي وكشاعر وكدرامي وما الشعر؟ لو إذا قلنا السؤال المفتوح الكبير ده، بيقولوا الشعر اللغة لا تعكس غير المفهوم، لكن الشعر يحتاج إلى رؤية. كلهم ممكن يقولوا الشعر شنو؟ والله يا أخي أنا وش أنا أكثر سعادة والله الليلة في حضرتك والله يسكون، أنت زول مميز ما قدامك. الشعر هو شخص متخيل يعبر عن مكنون الأشياء. نعم. يعني الزول عشان يقول شعر فمحتاج منطق تجاه هذا الفعل عشان تعبر عن أشيائك بموضوعية وبرصانة وبفهم. الشعر ذاته يختلف من 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 حتة لحتة، من شخص لشخص، بعد ذاك بتبقى هي دي كمية من المعطيات والأشياء اللي أنت بتعبر عنها بقناعاتك واندفاعاتك. فمرات أنا بكتب شعر لحظي لموقف معين، مرات بكتب شعر نتيجة فرح، مرات بكتب شعر نتيجة حزن، مرات كده. يعني في النهاية الشعر هو بالبساطة دي هو إحساس عبره أنت بتستنطق ما يدور وما يجوش وما يحوم بمخيلتك من إبداع، وده ربنا طبعا ما أداه لأي زول، خص به وناس معينين. فعشان كده احنا نسأل الله إنه نكون شعراء حصيفين وموضوعيين ونترك كل ما هو جميل، يعني يظل اسم يضيف لنا في يوم من الأيام، لأنه التاريخ لا يرحم. طبعا يقولوا الشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء يتبعهم الغاوون. صحيح. الشعر اختارك ولا اخترته أنت؟ والله يا أخي أنا الشعر ده سؤال ذكي جدا. أنا الشعر لا اخترته لا اختارني، لكن لقيت روحي في سكته هو استجاب لي. أنا لا اخترته لا اختارني، لكن لقيت روحي في سكته وهو استجاب لي. في ناس بيختاروا إنه يكونوا شعراء وهم عندهم الموهبة كسر الرقبة كده، موجودين زي ديل في الزمن الراهن ده كثيرين جدا، يقول لك يا أخي والله أنت متين بقيت شاعر. هو قصة إنك أنت ما في زول بيبقى شاعر، أنت الموضوع ده أصلا ميلاد بتولد، يعني ميلاد أنت بتقوم بالموضوع ده، يعني من أنت طفل بتتلمس الأشياء من حولك. في طفل بيكون خارق في تفاصيله وحركته، وده محتاج لوعي من الوالد والوالدة والأسرة وكده، بيكون فيه جواه حاجة ما عادية محتاجة متابعة عشان مع مرور الأيام الحاجة دي تتعرف وتتطور وكده يعني. نعم. فضد فكرة إنه فلان يقول لك يا أخي أنت والله أنت بـ200 بقيت شاعر، ما في زول بيبقى شاعر يعني. دي موهبة ربنا يعني مع منذ الخلق بتكون هي موجودة معاك، يعني ربنا بيخلقك بالحاجات دي يعني، ما حاجة تصنعها يعني. عشان كده ضد فكرة إنه يقول لك يا أخي والله أنا دار أبقى شاعر. أصوات شابة، أصوات شعرية شابة مالية الساحة في العشر سنين اللي فاتوا، إذا جاز لي التعبير يعني، شنو ممكن نقول في الحاجة دي؟ إيجابية ولا سلبية ولا ماخذ اللونين ديل يعني؟ والله شوف بصراحة شديدة، تحديدا الشعراء الغنائيين، يعني أنا أقصد الشعراء الغنائيين. أيوة شعراء أيوة الغناء يعني. نعم. أيوة. صراحة الفترة اللي فاتت دي الساحة ضجت بكمية كده من الناس الكويسين وفي حشو الاثنين سوا. في ناس مميزين والله قاعدين يكتبوا كتابات جميلة، أنا هنا كمان ما عايز أنسف تجارب في بداياتها، نحن من حقنا إنه نضيف معهم، بيكتبوا كتابات جميلة جدا، كتابات مختلفة، ما هو في النهاية ما في كمية أو في جوغة كبيرة بتاعت شعراء، لكن أنت وسط الجوغة دي بتختار زاوية مختلفة، كيف بتختار أدواتك بشكل مختلف، كيف تقدمه للناس عشان تتميز. فمعقل الفكرة دي إنك أنت المفروض تشوف يا تزاوية أنت ممكن تقدم فيها روحك بشكل مختلف ما في زول سبقك. مهم عشان تعمل ده، مهم نحن قاعد نقول لهم إنك تطلع تقرأ
من زمن الدوبيت، تقرا الطنباره، الدلوكه، الحقيبه، المدارس دي مهمه عشان تفهم انه الناس دي يتناولوا الصياغات دي بياتوا شكل من الاشكال. لما تيجي تضغط في ظل ده تجربتك الشخصيه بتلقى روحك انت تفردت، لانه عرفت ما قبل وعرفت الحالي. فعشان كده شايف كميه من الشباب في الفتره دي في كتابات، لكن تقدر تقول في جزء كبير منها تقليدي او متكرر او متشابه. في فئه ثانيه لكن نسبه بسيطه جدا قاعدين يكتبوا شعر بشكل حديث. كمان المواكبه مهمه في الشعر، يعني المواكبه او الحداثه في شكل صياغه الاغنيه مهمه جدا. اذا غابت المواكبه في صياغه الاغنيه بتكون فقدت محتواها الاساسي، اللي هو انت المفروض الغنى ده يكون جزء من حركه الناس، لانه الدنيا دي كلها عباره عن دراما. واصدق او احرف كتاب الاغنيه اللي هم الناس اللي جو من الدراما. اللي هو دونك قاسم ابو زيد، دونك جمال حسن سعيد، سيد عبد الله صوصل، عاطف خيري، كلهم جو من الدراما فعلا، جو من الدراما. فمهم جدا. انا شخصيا هسه قاعد احبز الشعر اللي فيه الصوره، الشعر الصوري وال بتناول قضايا الناس وهموم الناس، ده مهم جدا. عشان كده في شباب، في كمية زي ما قلت لك من الشباب موجودين في الساحة، لكن الجميل تلقاه نادر. الكثير وما عنده أي مضمون بتلقاه للأسف برضو موجود. بيئتك ساعدتك لكن يا كروم؟ بيئتك ساعدتك، يعني تقريبا زملائنا في مجال الإعلام هم أغلبهم يعني قرايبك. والله يا استاذ حسكا انا دار اقول لك حاجه، في الاذاعه وفي التلفزيون بالمناسبه، طبعا انا طبعا هم ديل كلهم ناس اخواني لهم كل التقدير والاحترام، انا استفدت منهم كثير، لكن كمان بؤمن بحاجه واحده. انا لما جيت خشيت الوسط ده، انا دي اول مره كلمه اقول على الهواء. انا ما في زول بيعرف انه انا ابو متين عوض السيد المعلق الرياضي العالمي الواحد ده انه اخوي، ما قاعد اخش بيدي. انا بؤمن بحاجه واحده انه انا المفروض اكون انا. ما عندي، انا لما خشيت الوسط ده ما اقول لك انا الناس وقفت معاي وساعدتني ومشيت تمام، لكن ما خشيت بالصدفه ولا خشيت بواسطه ولا قاعد اقول اخوي فلان ولا في ارتكاب. كنت اول حاجه مجتهد اجتهاد شخصي، كنت اول حاجه بشوف روحي انا وين، لانه الفنون دي اذا انت ما فتشت لذاتك ذيك يوم من الايام بتكون ضحطان في نص الطريق. يعني انا اكون معك واضح، يعني الطريق بيروح لك، انت جيت بالدرب ما جيت بالشباك بالضبط المجال ده. انت عارف روحك عايز تعمل شنو، خط هدف قدامك، خطط لروحك صح، بتلقى روحك وصلت. لكن امتلك ادواتك، هو المبدع ده لازم يكون عنده ادوات، عنده شخصيته اللي بتميزه من الاخرين، صحيح، عنده هويته، عنده ابداعه اللي فيه بصمته، وهي اللي يبقى ما مبدع بالضبط اذا ما بقى عنده بصمته، يعني عنده حياته. احنا عندنا بدنا صور حنستعرضها مع بعض، واي صوره فيهم عايزين منك كلام عن الصوره. اول صوره معانا استاذ الدرامي الشاعر الكبير قاسم ابو زيد. قاسم بالنسبه لي غضوه، بالنسبه لي اخوي الكبير. انا ما اقدر اقول لك ابوي لانه نحن راجعين منه الكثير، هو اخوي الكبير وغدوتي واستاذي، اشتغلت معه في كميه من الاعمال، استفدت منه كثير. يعني قاسم وصل مرحله يكون شغال لي وفيلم يقول لي يا ولد تكتب الشاره هنا، هو مخرج فيلم يتلتل بيقول لي يا اخي ابكروك انت حتكتب الشاره بتاعت الفيلم ده. يعني دي صيغه انا كنت ما بنوم لما قاسم بيقول لي يا اخي تكتب الشاره بتاعت الفيلم. بعدين من قاسم ابو زيد يعني ما هي زول يعني. صراحه والله يسكوني انا كنت بشيل هم اي عمل فني انت شلت همه اكيد بتنجزه بشكل مختلف. يا سلام. فكنت الحمد لله عند حسن ظنه في اي حاجه اوكل لي، وذلك فضل من الله وفخري والله. انا بعت الزميل وقاسم ما صحيح، وقاسم قال الخطوه من دونك والخطوه منك كيف ربنا يقدرنا على الجزاء والله. ما صحيح والله. الاعلامي الشفيع عبد العزيز استاذنا كلنا طبعا، استاذي نعم. والله وتاج راسي للامانه والتاريخ. الاعلام كمنتج ومعيد بتاع برامج انا
دخلني في الفضاء ده، درست اعلام لكن دخلني في التراك العملي والمعمعة دي اللي صغته فيني، والحمد لله توفقت. الشفيع عبد العزيز الشفيع هو وللأمانة سراج الدين مصطفى الصحفي المنتج ده الحلقة دي، أنا ما داري أتكلم كلام لأنه دي حقائق أنا ما عايز أكسر ليه وتليك، دي حقيقة. أنا استفدت في الإعلام من الأستاذ الشفيع عبد العزيز وسراج الدين مصطفى للأمانة، ومحمد سليمان دخل الله ربنا يرحمه ويتقبله ربنا. أنا ديل ربنا يقدرنا عليه جزاهم أساتذة لهم كل الفضل والله. ربنا يديه الصحة والعافية أستاذنا الشفيع، هو في أمريكا ربنا يرد غربته في راديو سوا، متألق في راديو سوا متألق جدا يعني، وقدر ينقل السودان نقلة نوعية والله. نقلة نوعية حتى على مستوى البرامج عشان نديه حقه يعني. طبعا القوالب البرامجية الشغالة هسه كلها حقه الشفيع عبد العزيز، كان عنده فيها ضلع كبير جدا في طبعا كل الفكرة دي يعني كلها حقه. الشفيع ما يميزه هو بيقوم يصخ فيك صيغة شديدة صحيح. يحملك المسؤولية ويمرق يعيلك. انا دي طبعا بتتعبني جدا، انت عايز تتعبني ومحملني المسؤوليه صحيح وامرك، عشان كده بيقول لك يا اخي افكروك في الشغل الرسمي وشنو بتاع، لانه احنا تعلمنا من ناس الشغل شغل واللعب لعب، اللعب ده براو والشغل براو. فشفيع عبد العزيز اضافه كبيره بالنسبه لي والله، ربنا يديه الصحه والعافيه. امين حيي والله يا عمري. ابو ميديان، ابو ميديان شيل ما عارفينه اغلبيه الناس، هو اخوي شقيقك طبعا والدمي والدموي. أبو ميديان أنا شلت منه حاجة مهمة، إنه الإنسان المفروض يكون عنده هدف، يكون طموح، تصل لهدفك مهما كلف. فصراحة يعني أنا أبو ميديان بالنسبة لي غضوة، عشان كده أنا قاعد أقول لهم هو الأكبر ولا الأصغر؟ هو أكبر مني، هو الأكبر هو الأكبر نعم. فقاعد أقول لهم إحنا كفنانين المفروض الفن ده نمشي بيه لقدام، عبر بيه وبعيد. كان إعلام، كان غنى، كان فن تشكيلي، كان غيره، ما شاء الله عبر يعني أبو ميديان بالضبط كده. فربنا يوفقه. فأنا هدفي أنا صراحة في مشروعي الشغال عليه، وما ما 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 ما, ما يعني عايز أمشي لقدام، عايز أمشي بعيد، وهو غضوة بالنسبة لي وشغال عليه ده، ونسأل الله التوفيق يعني إن شاء الله. لأنه الإعلام ذاته برا مشى، كل يوم في معلومة، كل يوم جديد. في تطور، كل يوم في جديد، المواكبة. نعم، نرجع لموضوع الشعر تاني. في ناس بيكتبوا شعر غنائي وبكون القصيدة ضعيفة صراحة، يعني يكونوا واضحين ضعيفة خالص يعني مضمونا وقافية وتركيبا، لكن القصيدة بترتفع بالفنان، الفنان هو بيلمي عليك اللي بحجم نجومية الفنان طبعا المعينة. الكلام ده صح حقيقة طبعا، في نصوص كثيرة أنا ما عايز أذكر بالنيم ولا أذكر اسم فنان، لكن في نصوص كثيرة شال اللحن، في نصوص شال الفنان. لأنه بتبقى في بتلقى في نصوص هي شكل الصياغة بتاعتها نثر، أو شكل الصياغة بتاعتها شعر طفيعيلة، أو بحر طويل، عرفتها؟ لأنه الشعر ده جوا خشم بيوت صحيح، فبتلقى في مشكلة في الوزن، بتلقى في مشكلة في وحدة الموضوع، بتلقى في مشكلة في حرف الروية، بتلقى في مشكلة في البناء. القصيدة الغنائية معظم الناس ما قادرين يعرفوها، إنه القصيدة الغنائية عندها متطلبات، عندها خطوات. أول شيء الفكرة المختلفة، البناء السليم، وحدة الموضوع، الجرس الموسيقي، الوزن السهل، عرفت؟ حرف الروية. ليه هسه في واحدين بيكتبوا شعر ما بيعرفوا حرف الروية وين، وحرف الغافية وين؟ فدي كلها مشاكل. عشان كده المتطلبات دي أو المعطيات دي لما تكون ما موجودة في القصيدة الغنائية بتكون عندها مشاكل. فالقصيدة هي ما مجرد بناء حروف وأمسك لحلي. القصيدة إذا فقدت الفكرة، فقدت البناء السليم، فقدت الموضوع السليم، يبقى ما عندها معنى. اي لانه في شعراء يعني في كميه من النصوص اللي بتحس بها ان هي نصوص مركبه او منجوره، واي شعر بالمناسبه هو مصنوع او منجور بيكون ظاهر يعني. نعم، لانه في شعراء يعني كويس. انا لانه السؤال ده جاي داير له كلام كثير، لكن نقرا ثاني حاجه، نقرا نص
ساهر بي تمشي تنوم. ساهر بي وتمشي تنوم أونس بهم وبالليل مسهر عيني ما بي النوم وقلبي الحبة شاكي عليل يزيد تزيد دقات حزن جواي عشانك كل عذابي هون ندر زي خلقتك معدوم ندر زي خلقتك معدوم عكس جوهر دواخلك كون شنو كان جاب لي ليك أريد وساسك في رباك مجنون عيون عيون شالا منام عيني وساقا أمنياتي بعيد أريتم مرة غنى لي أطير بيهن بخيت سعيد لو رمن الملام علي أسوق أعزارغ ودعيد تساهر بي وسهري طول وطيفك لا وصل لا لح أقول يمكن نساني الزول مشوا خلاني نام مرتاح أشيل وأخط وهل معقول خلاص بس ريدنا ساكت راح وهل معقول خلاص بس ريدنا ساكت راح وتساهر بي وتمشي تنوم أونس بهمومي الليل ومسهر عيني ما بي النوم وقلبي الحبة شاكي عليل مسهر عيني ما بي النوم وقلبي الحبة شاكي عليل. شكرا يا بكروك تاني. الله يديك العافية يا حسن. غابت تتعلم من الأيام غابت رجعنا لك غابت طير مهاجر غابت وكأنما الزمن وقف هنا بقى بعد ذاك ده شعر تاني مختلف. ليه ده ما في الشعر على الأوزان دي ما في أسلية يعني وعد النوار يعني ما في والله. شوف يا أستاذ رجعنا لك بتتعلم من الأيام الحاجة بالمناسبة هي في موجودة الرصين يظل موجود ومهما تعاقبت الأشياء الما ظريفة ولدنا دي احنا في الفترة الفاتت دي فيها مشاكل كمية كده فيها مشاكل على المستوى الاقتصادي ومشاكل كثيرة أثرت في السمع لكن صدقني لسه حواء ولادة وأمت محمد لسه بخير في ناس قاعدين يسمعوا الكلام انت بتقول فيه ده. الاختفاء الحصل ده نوعا ما لظروف كثيرة أنا قلت لك هي, هي 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 حصلت ظروف الناس بالضغط اللي هم فيه والضغط الاقتصادي الحاجات دي صحيح. بعد ذاك شكل المدارس الشعرية في الغنى برضو الغنى ذاك ما هو هو لقى تفاعل ولقى قبول لأنه حد اللحظة هو موجود من الزمن لحد اللحظة بنسمعه ونتفاعل معه زي اللي بنسمعه أول مرة طبعا طبعا ما هو في النهاية اتكتب في ظروف غير وبقى موجود مع احنا ك ك ك كسودانيين عندنا الجانب الانطباعي ده موجود فينا لكن ده كمان ما بيمنع انه في غنى ثاني بشكل مواكب لانه هو في النهايه الشعر عباره عن مدارس تتتالى وتتعاقب يعني انا هسه عشان اكتب لي قصيده هسه عشان تتلائم مع الظروف دي لازم تكون هي جزء من ده وتعبر لي ده وما بغيب ذاك ذاك عنده مستمعينه وفي ناس زي ما يقولوا بيسمعوا ذاك وبيسمعوا ده لكن بعد ذاك شكل العلاقات الإنسانية زمان وشكل الترابط الإنساني ده هو أدى البعد الفني طابع مختلف. أنا دائما قاعد أقول حاجة مهمة جدا قاعد أقول لهم يا جماعة عشان تبني أغنية هي تقعد لفترة طويلة المفروض تكون في علاقة بتاعت بعد إنساني في الأول قبل الفعل الفني ده اللي هو ما بين الشاعر والملحن والفنان يحس كان المفروض أجيك في فرحة أجيك في حلة كوارع أجيك في أي حاجة ده مهم يعني الحاجة دي بتقرب شكل المزاهنات وشكل الإحساس بيناتكم إذا أنا غمضت كده أنت تعرفني أنا عايز أعمل شنو فده مهم. هسا أنا داير أقول لك الحاجة أنا مجرب على في روحي أنا حيو مين الأستاذ ناصر عبد العزيز ناصر ده أنا وهو ما قاعدين نفتري عملنا أجمل الألحان ناصر ده أنا وهو قاعدين نتلاقى في الوجع الإنساني ده ناصر أنا معه في مواجع وفي أفراح وفي قصص عشان كده لما نتلاقى في شكل بتاع اللحن قاعد يكون مختلف وده
الميز نعم. الحقيبه زمان بالمناسبه. ناصر ده لحن لك حاجه لمحمود. لحن لمحمود من كلماتك يعني. حكايتي معاك يا الصيده لحن لمحمود حاجه ما طلعت. كاي زولة دي برضه من الحياة المحمود بالرفا هسه هتنزل بصوت عاطف السماني قريبا احييه من هنا. نعم. ناصر لحن لمحمود دي يلا يا اطفال تعالوا كملوا اللعبه اللي بديتوه ابقوا بهجه كل شارع واسعدوا الزول اللي لقيته رحمه الله جات علينا جات محل ما كنتوا انتوا. موضوع طويل يعني غنى كثير لحنوا في يعني رجوع لسؤالنا الجبيل في شاعر يعني بشيل قصيته دي ويمشي للفنان كسر رقبه الفنان المعين لازم تغني لي عشان يشهرك عشان يسلط عليك الضوء وتحنس وتحانيس لازم بس تغني لي وتغني لي بس عشان انا اقول فلان غنى لي في نوع زي ده في موجودين والله للاسف كثيرين وده زول انا بقدر بوصفه بقول له انت زول ما عندك كرامه يعني ما هو الغنى ده في النهايه لكن ما يشتهر برضه في النهايه هو ده انا مشهور بتقلل من قيمته وبيع بضاعته يعني اعمل شنو؟ انا البضاعه انا عمري ما شلت لي نص مشيت بيه لفنان. النص المتعارف عليه فنيا واخلاقيا وعشان تحفظ انت ذاته كرامتك ووضعك وسط الناس والزملاء عشان يشيروا لك بالبنان النص ده بتشيله تدي للملحن. الملحن لحنه صدقني لو ربنا كاتب لك جسمه بتتغنى. احنا هسه عندنا غنى والله قاعدين ننساه بنتفاجئ انه غنى له سنين بنتفاجئ انه غناه طه غناه عصام محمد نور غناه منو اي غنيه بتطلع بزمنه وبيومه انت ما تقوم ترخص او تكون زول مبتذل من حاجاتك انت خليك عندك قيمه لانه هو في النهايه النص ده ما قيمه فنيه الفن قيمه الفن سمو الفن حاجات ساميه جدا يعني انت ما دارت تسمو بمجتمع كامل فاذا انا ما زول عندي ادواتي ومحترم شخصيتي ومحترم ما اقدمه للناس كيف انا اسمو بالناس او اسمو بالمجتمع فللاسف الـ 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 النماذج دي انا لاقتني كثير جدا وصراحه مطممه بطني والله يعني انا قاعد في الوسط عارف يعني ماشي كيف كنيه والله انا بالتاريخ يعني في فنانين لهم وضعهم ولهم مكانتهم والله بيقول لي يا اخي انت ما عايز تدينه غنى ليه بيقول لي يا استاذ والله الغنى ده انا طيب. بشبهه زي الزواج. سؤال اخير قبل ما اختم معك فنان نفسك يغني لك بس ما تلاقيته ما في الصدفه ما جابته كبير ولا صغير من السودان ولا برا السودان اذا قلت برا السودان تمام لكن كده خلينا جوا انا طبعا نفسك يغني لك يعني بكل امانه وللتاريخ ابو عارك البخيت دي ما هنعتبر شيء حد طبعا وانا قدر الرهان ده انا ابو عركي ما تلاقيت معاه شخصيا يتكلم عني كلام جميل وحصيف وانا غيمته جدا بقدره استاذ عنده مشروع كبير جدا انا نفسي اتعامل مع ابو عركي البخيت والله ان شاء الله يكون سامعنا في حاضر الحلقه دي يعني ان شاء الله والله ونتمنى الاجيال دي يكونوا يتواصلوا مع بعض انا في نهايه الحوار معاك ده عاوزك تهدي لي قصيده لضيفنا الجاي عشان والله انا وش انا قبل ابارح المكان الجميل ده بجمال ناس الشروق المميزين دي لما تقول الشروق الكلام انتهى فقبل ما ابارح الحته دي لانه حيجي هنا فنان كبير في الحته دي انا عايز اهدي له القصيده دي وشكري وتقديري لكل التيم العامل محبات كثيره جدا للاستاذ سراج الدين مصطفى الله يديه الصحه والعافيه لكل الكاست العامل ما عايز اميز والزول الشاطر خالد بابكر شهدت فيه ومجروحه والله عشان كده حاقوم اقول له قليبي ذنب شنو؟ قليبي ذنب شنو؟ تجافتي تلافي عشان كلام الريده بنيه لا تخالفي عشان كلام الريده بنيه لا تخالفي وخطي في بالك ومره لا تجافي انت فوق للصيد حنونه بتوالفي بنية حني علي بشوقي راجيكي بنية حني علي بشوقي راجيكي وريتك في دمي ونيتي بيضة عليكي كان ترضي بحبي قليبي أهديكي وأغرف مشي شريد بإيدي وزقيكي تو الدريب جابني تو الدريب جابني وإنت ليه ما جابكي خذيرة تابة صغيرة يسلم
أبوك جابك قولي لي قولي، ما تقولي لي قولك وعشان أدق بابك والدنيا تبسم لي والفرحة تبقى حبابك. قلبي كان شفتي تحني لي حالة، ده قلبي كان شفتي تحني لي حالة وريد ليك كتير وانت في بالة، مراضي في الدنيا يا ظبية النالة، ده مراضي في الدنيا يا ظبية النالة، توالفي انت علي وما تكوني جفالة، وتوالفي ديمي علي وما تكوني جفالة، وده قلبي ذنب شنو تجافي تتلافي عشان كلام الريدة، بنية لا تخالفي وخطي في بالك، ومرة لا تجافي وخطي في بالك، ومرة لا تجافي وانت فوق للصيد حنونة بتوالفي وحنونة بتوالفي. يا سلام يا بكر، شكرا. اللهجة وضحت حقت يا منطقة في السودان. أنا أشكرك عليها جدا، وأشكرك على الحوار اللطيف ده، وزي ما قال الفضلابي ما بتكون سافم داريها وفي عينات تبتشقى منها انتهى في النجمة جداو للبرد شواري، وهمك الربالة أزموك دي الكلب يبردو، التمارات في قروبنا ينطوك الهمر الشيبة كيف تخدرها وبتجابرة تلم. شكرا يا بكر. الله يديك العافية، أنا سعيد بك يا حسكة. أنا تسلم. كل الجمال اللي اندفق مني بحضرتكم وبالتيم العامل والجمال الجميل في الفضاء الرحيب ده، أنا سعيد تسلم. والله إن شاء الله أكون كنت ضيف حصيف وموضوع يعني. تسلم.